ما زلنا مواصلين معاكم بتبيع في برمجة على راديو ميد الله يرحم الباجي قائد السبسي. دونك التلفزة الوطنية التونسية غدوة باش يكون فيها تغطية ليجا نيستر الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي. حابوا نعرفوا أكثر تفاصيل كيفاش تكون أكيد البرمجة هذه مع سيلياس الجري مدير البرمجة بالتلفزة الوطنية التونسية. مرحبا سيلياس. أهلا بكم، تعازينا مجددا إلى الشعب التونسي عبر موجات إذاعة راديو ميد. كما تعرفوا حدث جلل تعيش تونس منذ البارحة منذ الإعلان عن وفاة رئيس كل التونسيين محمد الباجي قائد السبسي رحمه الله. التلفزة التونسية كانت في الموعد ومنذ تقريبا نزول البيان الرسمي الخاص بالوفاة أعلنت الحداد، وكنت وكبت معنا لحظة بلحظة كل المراحل، أداء اليمين الدستورية، ثم كلمة القائم بأعمال رئيس الجمهورية محمد الناصر، واليوم زاد كيف كيف لحظة خروج جثمان الرئيس راحل من المستشفى العسكري وصولا إلى قصر قرطاج. وبطبيعة الحال احنا تو الآن التلفزة التونسية في اجتماع مع كل الفرق التقنية من أجل العمل على إنجاح موكب الجنازة الوطنية الرسمية اللي مش تكون غدوة الـ11. التلفزة التونسية أصدرنا منذ البارحة بلاغات إلى كافة القنوات التلفزية والإذاعية المحلية العربية الأجنبية الراغبة في مواكبة البث المباشر، مش مفروض لهم شارة كلين معتبين كانهم متابعة الحرب من تاع الجنازة الوطنية في كامل مراحلها من قصر قرطاج وصولا إلى التربة بمقبرة الزلاز. يعني كل إمكانيات التلفزة التونسية مجندة إن شاء الله باش ننقلوا إلى العالم الكل صورة الجنازة الوطنية لرئيس الجمهورية محمد الباجي قائد السبسي. دونك الرسالة باش يكون تفضل. نعم تفضل سيلياس تفضل. انا قلت حبيت نقول معناتها احنا التلفزة التونسية غدوة في بث مباشر من 9 صباحا ثم بطبيعة الحال منذ توفر تقريبا هو 11 والجنازة الرسمية، ولكن حتى قبلها ممكن مش نبداو نوريوكم محيط القصر وغيره، معناتها مش تشوفوا لحظة بلحظة الصور بالتفاصيل استقبال الرؤساء الشخصيات الوطنية باش تكون في قصر قرطاج والمشترافقة بعد الجنازة. يعني كل الصور إن شاء الله مش تكون موفرة مع غدوة ناس الكل، الصورة يشوفوها في مختلف القنوات التلفزية العالميه، راهي هذيك مش توفرها التلفزه التونسيه. هذا هو السؤال. دونك اللي معناتها التلفزه الوطنيه التونسيه اللي باش توفر الصوره، وناكدوا اللي ابارتير من 9 نتاع الصباح باش يكون يعني قبل موعد الجنازه. اي احنا ما تسعى يبدا البث المباشر بطبيعه الحال، مش نوريكم المسيره نتاع الرئيس الراحل النهارين هذوما كيفاش تفاعلت المواطنين الشخصيات الوطنيه غيرها الى وصولا الى بدايه انطلاق الجنازه الوطنيه. بطبيعه الحال مش يكون بث مباشر وتعليق، وان شاء الله ننشحوا الحدث هذايا. علاش باش نقولوا احنا نوريو صوره هامه لكل العالم ان تونس شوفوا كيفاش الانتقال السلمي كيفاش تفاعلت مع الحدث الجلل هذايا. الحمد لله معناتها كانت امور سلميه، الناس الكل معناتها تحس الحزن عليهم باعتبار ان الباجي قائد السبسي يمثل اب كل التونسيين، مش رئيس جمهوريه فقط وانما اب كل التونسيين. الناس الكل حبته، شفتوا اليوم التاثر نتاع العديد من المواطنين لحظه خروج جثمان من المستشفى العسكري، وشفتوا حتى على امتداد الطريق كامل عديد معناتها الناس اللي واقفين في توابير متعدة وصولا الى قرطاج. اي وصولا الى قرطاج ما لا غدر كيفاش مش يكون اكيد باش تكون الجنازه حاجه كبيره جدا، مش نخليكم تشاهدوها لما تمكنش باش يكون موجود في العاصمة في كل أماكن نتاع تونس وأيضا في العالم باش يشاهد لحظة بلحظة توديع التونسي أدهم العزيز الراحل الباجي قائد السبسي.
ان شاء الله بالتوفيق سيلياس، ان شاء الله كل الدعم بطبيعة الى كل العاملين بالتلفزه الوطنيه، والاكيد على قدم وساق. واحنا خذيناك توا من الاجتماع، بارك الله فيك. من الاجتماع النار، وبالله ما حبيت نقول في بعض الاحيان راهو ساعات الصوره تلقاها تنقطع ولا غير متعرف الظرف نتاع المباشر هذيك، معناتها كيما نقولوا احنا بالتريننج وغيره لازم يتفهم وراها، معناتها هذيك ساعات حاجات تقنيه خارجه عن الاطار نتاعنا، فمهما يكون الحاجه كما هكايا ما لازمناش نعلقوا برشا. هذا حدث جلال، نحاولوا احنا بكل امكانياتنا ان نوفروا صوره ان شاء الله تكون غدوه متميزه وما يصير في حتى انقطاع. اكيد، وباش يبقى للتاريخ. نعم، باش يبقى للتاريخ. نعم. شكرا لك، بارك الله فيك سي الجرايه، بارك الله فيك، بالتوفيق والنجاح للتلفزه الوطنيه، سورتو كي نحكيو على غدوه في الجنازه الرسميه اللي باش تكون ال 11 نتاع الصباح، وللتلفزه الوطنيه باش تبدا التسعة نتاع الصباح في نقله لكافه التفاصيل. الله يرحم، الله يرحم الباجي قائد السبسي. تفضل زين. احنا هكا نكونوا بخاتيك ما وصلنا لاخر البلاتو هذي الخاص. بطبيعه مازالت المواكبه مواصله مع زملائنا اللي باش يكونوا في البلاتو اخر من الخمسه نتاع العشيه حتى للثمانيه نتاع الليل. اذا كان فما بطبيعه تليفونات ينجموا يدخلوا، اذا كان فما جديد اكيد يكون على غاديومات. خليكم متابعين الناس كلها على الميل 104.1 على www.radiometunisie.com on streaming live، وزاد على صفحه الفيسبوك غاديومات تونيزي وين تلقاو لي فيديو لايف نتاعنا الكل. شكرا ليك وسامة، شكرا لليكيب الكل اليوم امنت عشويه اليوم، وامنت جوستمون النقل من المصباح حتى لليل ما بين البارح واليوم والايام اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله ونحيوا زاد ليكيب اللي جايه من بعد، دونك باش تكونوا مع علي طرابلسي ويمين هلال بتبيع في مواكبه الاخر التطورات والاحداث وعوده باللي صار البارح حتى لليوم. بتبيع نحكيوا زاد على غدوه من ناحيه الوفود، زاد كان فما تأكيدات على الوفود اللي جايه باش تحضر الجنازه الرسميه. شويه خلينا عندكم موعد مع الاخبار مع هدى بن مسعود. ان لله وانا اليه راجعون. الله يرحم الباجي قائد السبسيه. تحيه تونس. ربنا